لملعب المباراه مره اخرى وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد ده بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه لقاء الاهلي والاتحاد السكندري وفوز النادي الاهلي على فريق الاتحاد السكندري بهدف حرزه اللاعب ميكيسوني وثلاثه نقاط بتضاف لرصيد النادي الاهلي، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيات الكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام، وعايزين في البدايه نقول لك رمضان كريم وفوز مهم النهارده وثلاث نقاط اعتقد في غايه الاهميه. تحية طبعا للكابتن ايمن وضيوفه وزي ما انت رمضان كريم علينا رب وعلى جميع المسلمين. طبعا مباراه مهمه بالنسبه لنا، ثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا. الحمد لله اعتقد ادينا شوط اول مميز جدا، عندنا ضربه جزاء لويس بيرس يعني ضاعت مننا، وكان عندنا الحمد لله فرص كتير قدرنا نسجل هدف الحمد لله. يعني برضو كان عندنا برضو اللعيبه اللي كانت بعيده شويه عن المباريات النهارده، وحيد بيأدي الحمد لله كويس، وكريم النهارده الماتش الثاني على التوالي برضو بيأدي اداء كويس، ميكسوني بقى له فتره ما بيلعبش النهارده بيأدي اداء كويس وسجل هدف. فاعتقد الحمد لله يعني بنحاول نعمل روتيشن كويس بين اللعيبه، عشان انت عارف عندنا ضغط مباريات مهم جدا ان انت تستغل كل اللعيبه المتاحه بالنسبه لك عشان يدي لك استمراريه وعشان تقدر تخش على بطوله افريقيا وانت برضو عندك اريحيه شويه. كابتن سامي قلت نقطة في غاية الأهمية، مهم جدا تستغل الأوراق المتاحة معاك، لكن الأهم إن الأداء النهاردة ما تأثرش رغم الغيابات والروتيشن اللي بيتعمل. فريق أعتقد من الكابتن عماد النحاس عامل جيم دفاعي محترم، وأول مباراة لي مع نادي الاتحاد كانت مباراة تزيد من صعوبتها للقاء النهاردة. طبعا زي ما انت قلت كابتن عماد طبعا مدرب مميز، وانت عارف اول مباراه ليه مع نادي الاتحاد وكان مهم جدا لو كان يطلع بنتيجه ايجابيه. اعتقد عمل زي ما انت قلت جيم دفاعي كويس خصوصا الشوط الاولاني، الشوط الثاني كان فيه اندفاع شويه خصوصا بعد نزول ابراهيم حسن، ادهم افضليه طبعا هجوميه. الحمد لله قدرنا برضو نتعامل معاها كويس وقدرنا نعدي المباراه الحمد لله. عندنا مرحله صعبه جدا النهارده، انتهينا من محطه مباراه الاتحاد، عندنا المصري ثم شارع الدخان ثم مباراه الرجاء، اعتقد ثلاث مباريات في غايه الاهميه، ومهم جدا النهارده ان انا ما استقبلش اهداف واللعيبه تتعود ان انا ما استقبلش اهداف في المباراه القادمه. طبعا ده بالنسبه لنا كان تحدي برضو، ممكن من بدايه الموسم الراجل بيشتغل على كده واحنا بنشتغل على كده. اعتقد الحمد لله زي ما انت قلت النهارده برضو كلين شيت كويس، الماتش اللي فات نفس القصه، فالحمد لله طبعا ده من الحاجات اللي الراجل مركز عليها، خصوصا انت بتلعب في بطوله افريقيا طبعا مهم جدا ان انت ما تستقبلش خصوصا في ملعبك. فاعتقد الحمد لله ان النهارده نتيجه مرضيه بالنسبه لنا، وبشكر طبعا اللعيبه اللي كانت بعيده النهارده وادت اداء مميز النهارده، واتمنى ان شاء الله التركيز المباراه الجايه وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نستعد منها كويس باذن الله. عايز اروح لمباراه الرجاء، الكلام سابق لاوانه بس مباراه مهمه جدا، هل الكابتن سامي قمصان على المستوى الشخصي كنت تفضل مواجهه فريق غير الرجاء؟ بس اعتقد ان كل الفرق والنادي الاهلي دايما بيدور على البطوله، مش فارق معاه رجاء من الوداد من الترجي. بص انت البطل، واعتقد ان النادي الاهلي دايما اعتقد ان الفرقه الثانيه هي اللي بتبقى تخشى مواجهه النادي الاهلي يعني، لكن الحمد لله بالنسبه لنا طبعا اختيار ربنا دايما بيبقى افضل بالنسبه لنا يعني. الحمد لله كنا مستعدين لاي منافس يقدر يلعب معانا. اعتقد مواجهه الرجاء برضو فريق مميز عنده خبرات، بيلعب في بطوله افريقيا بقاله فتره كبيره، عنده جمهور كبير جدا بيديهم دعم كبير جدا، لكن ان شاء الله اللعيبه عندنا ان شاء الله عندها القدره انها ان شاء الله تتعامل مع المواقف اللي زي ديت وتكون دايما عند حسن ظن جمهورنا يعني. الاربعاء الاتحاد المصري يوم السبت، اللعيبه بتعمل ريكفري والاستشفاء. المصري يوم السبت باذن الله، اللعيبه بتعمل ريكفري والاستشفاء دلوقتي في اوضه اللبس يا كابتن سامي. او ده المتابع على طول يعني، انت بتحاول تستغل كل ساعه او كل نص ساعه عشان تقدر تعمل ريكفري كويس واللعيبه تقدر تساعد كويس. لكن زي ما قلت لك الحمد لله برضو اللعيبه اللي احنا بنعمل روتيشن منها بتدينا الحمد لله يعني نفس كويس. النهارده علي بيلعب 10 دقائق، الصلاه بيلعب شوط. اعتقد الحمد لله يعني الراجل بيفكر في كل حاجه وفكر في الدوري طبعا مهم جدا ان انت البطوله غايبه عنك السنه اللي فاتت، ودي حاجه مش جمهور النادي الاهلي مش متعود عليها يعني، فمهم جدا ان انت تحافظ على تصدرك الدوري وفي نفس الوقت تلعب على البطوله بقى افريقيا والتحدي الكبير اللي بالنسبه لنا اللي احنا ان شاء الله نحقق اللقب الثالث على التوالي باذن الله. شكرا كابتن سامي وبالتوفيق في المباراه الجايه. شكرا محمد. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء، ثلاث نقاط بيضافوا لرصيد النادي الاهلي في مشواره نحو بطوله الدوري الممتاز. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.